خبر تحليل منطقة تجسس صيني فوق الولايات المتحدة جعل الكثيرين يتساءلون عن سبب رغبة بكين في استخدام أداة غير متطورة نسبياً للتجسس على أراضي الولايات المتحدة. قدرات هذا المنطاد غير واضحة، لكن الخبراء يقولون أن مهمته توجيه إشارة للولايات المتحدة أكثر من كونه تهديداً أمنياً. تم رصد المنطاد وهو يحلق فوق ولاية مونتانا قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين. ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أول لقاء له مع الزعيم الصيني بوي منذ تولي قيادة الدبلوماسية الأمريكية. ربما تحاول بكين إرسال إشارة إلى واشنطن مفادها، رغم أننا نرغب بتحسين العلاقات بيننا لكننا على الاستعداد دائم لخوض منافسة مستمرة مع الولايات المتحدة بكل الوسائل الضرورية دون التسبب بتوتر شديد بين البلدين، حسب رأي الخبير المستقل في مجال القوة الجوية هي يوان مين. بسبب المنطاد الصيني، وزير الخارجية الأمريكي أجل زيارة إلى بكين. أجل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين بسبب أزمة منطاد صيني اكتشف في سماء الولايات المتحدة. وبينما سادت مخاوف من أن المنطاد يستخدم في التجسس، أكدت الصين أنه لأغراض مدنية. وكان من المتوقع أن يجتمع الوزير الأمريكي مع نظيره الصيني ومن ثم الرئيس شي جين بينغ. وقالت بكين أن منطاد مدني ينحرف عن مساره المخطط له. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أنهم يعتقدون أن المنطاد الذي شوهد فوق مناطق حساسة في الأيام الأخيرة هو في الواقع جهاز مراقبة على ارتفاعات عالية. لكن وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان أن المنطاد يستخدم لأغراض الأرصاد الجوية بشكل أساسي. وأضافت أن الصين تأسف للدخول غير المقصود للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن الظروف لم تكن مؤاتية في هذا الوقت، لما كان ينتظر ليصبح أول اجتماع رفيع المستوى يعقد منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين بالاعتذار الذي قدمته الصين، لكنه وصف المنطاد بالخرق الواضح للسيادة وللقانون الدولي. وقال مسؤولون أمريكيون أن المنطاد حلق فوق جزر الوتيان في ألاسكا وعبر كندا قبل أن يظهر فوق مدينة بلنس في مونتانا يوم الأربعاء. وتعد مونتانا، وهي ولاية ذات كثافة سكانية منخفضة، موطناً لواحد من ثلاثة أماكن فقط لمخازن الصواريخ النووية في البلاد، في قاعدة مع المستروم الجوية. إسقاط المنطاد الصيني، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت عدم إسقاط المنطاد بسبب الخطر الذي شكله سقوط الحطام والاستخدام المحدود لأي معلومات استخباراتية يمكن للجهاز جمعها. ومع ذلك، أعدت الحكومة طائرات مقاتلة لإسقاط المنطاد إذا لزم الأمر. وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن المنطاد بحجم ثلاث حافلات. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عقب ما يشتبه أن منطاد مراقبة صيني بعد أن رصدته هو يحلق فوق مواقع حساسة خلال الأيام القليلة الماضية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أنهم واثقون من أن منطاد الاستطلاع الذي حلق على ارتفاع عالي يخص الصين، وقد شوهد أحدث مرة في سماء ولاية مونتانا الغربية. وقال مسؤول دفاعي بأروز تحدث شريطة عدم كشف هويته أن الحكومة جهزت طائرات مقاتلة بما في ذلك طائرات من طراز 22 في حال أمر البيت الأبيض بإسقاط هذا الجسم. وقالت كندا يوم الجمعة أنها تراقب حادثاً ثانياً محتملاً يتعلق بمنطاد للمراقبة، لكنها لم تذكر الدولة التي قد تكون وراء ذلك. وأصدرت كندا بياناً قالت فيه أنها تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لحماية معلومات كندا الحساسة من تهديدات المخابرات الأجنبية. اجتمع كبار القادة العسكريين بما في ذلك وزير الدفاع لويد أستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم الأربعاء لتقييم هذا التهديد. وكان أستن مسافراً إلى الفلبين في ذلك الوقت. ونصح القادة العسكريون بعدم اتخاذ إجراء حركي ضد المنطاد بسبب الخطر الذي قد يشكله سقوط الحطام على الناس على الأرض. وامتنع المسؤولون عن إعطاء معلومات حول الحجم الدقيق للمنطاد، لكنهم وصفوه بأنه كبير، مع ورود تقارير عن تمكن طيارين من رؤيته حتى من مسافة بعيدة.
ومع ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن لا يوجد تهديد خطير بشكل كبير من اختراق المخابرات الأمريكية، لأن المسؤولين الأمريكيين يعرفون بالضبط مكان هذا المنطاد ومساره، وليس هناك أي خطر على الطيران المدني، نظراً لأن المنطاد أعلى بشكل كبير من الارتفاع الذي تستخدمه شركات الطيران التجارية. وأضافت الوزارة في بيان أن من غير المرجح أن يعطي المنطاد معلومات أكثر بكثير مما يمكن أن تجمعها الصين بالفعل عبر استخدام الأقمار الصناعية. من المرجح أن تزيد مركبة التجسس المزعومة من التوترات بين الولايات المتحدة والصين صدر الصورة. جيتي إيمجز وقال مسؤولون أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مع المسؤولين الصينيين في السفارة الصينية في واشنطن وفي بكين. وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس في البنتاغون، رفض المسؤولون الكشف عن موقع المنطاد، كما رفضوا تقديم مزيد من التفاصيل عن الجسم بما في ذلك المكان الذي أطلق منه. وأضافوا أنه تم تعقب مناطيد مراقبة مماثلة خلال سنوات عدة ماضية، لكن هذا المنطاد بدا وكأنه ظل في رحلته لفترة أطول هذه المرة. تسبب الأمر في حالة من الجدل والارتباك على وسائل التواصل الاجتماعي في مونتانا، حيث نشر البعض صوراً لجسم دائر شاحب في السماء، في حين ذكر آخرون أنهم رأوا طائرات عسكرية أمريكية في المنطقة لمراقبة الهدف على ما يبدو. وقال تشيس دوك، وهو موظف في بيلنز، لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء، أنه لاحظ الدائرة البيضاء الكبيرة في السماء وعاد إلى المنزل للاستعانة بكاميرا أفضل. وقال اعتقدت أنه ربما يكون جسماً طائراً غير معروف يطير بشكل شرعي، لذلك أردت التأكد من توثيق ذلك والتقطت أكبر عدد ممكن من الصور. ويشير آرثر هولاند ميشيل، عضو مجلس كارنيجي لأخلاقيات الشؤون الدولية، إلى أنه من المحتمل أن يكون رصد المنطاد هو بيت القصيد، إذ ربما تستخدمها الصين لإثبات امتلاكها قدرة تكنولوجية متطورة لاختراق المجال الجوي الأمريكي دون المخاطرة بتصعيد خطير. ويعد المنطاد خياراً مثالياً للغاية لهذا الغرض. ويشير الخبراء إلى أنه يمكن تزويد المناطيد بتقنيات متقدمة مثل كاميرات التجسس وأجهزة الكشف عن الرادارات. وهناك ميزات إضافية في استخدام المناطيد لأغراض التجسس، أهمها أنها أقل تكلفة وأسهل من ناحية الاستخدام مقارنة بالطائرات المسيرة، الدروينات أو الأقمار الصناعية. كما تسمح السرعة المحددة للمناطيد بالتحويم فوق الهدف ومراقبة المنطقة المستهدفة لفترات أطول، بينما حركة القمر الصناعي مقيدة بالمدار التي يسلكه. موقف ترامب من تحليق المنطاد الصيني، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب من بين الذين دعوا الجيش الأمريكي لإسقاط المنطاد. وقال في تصريح على منصة التواصل تروث سوشل التي يملكها، اسقطوا المنطاد. وانتقد عدة مشرعين من الحزب الجمهوري قرار السلطات الأمريكية عدم إسقاطه حتى الآن. وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على تويتر أن حادث المنطاد عمل مزعزع للاستقرار يجب التعامل معه. وتعتبر المناطيد من أقدم وسائل الرقابة والتجسس، وقد استخدمها الجيش الياباني في إسقاط قنابل حارقة فوق الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. كما تم استخدامها على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة. وأفادت تقارير في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة تدرس إضافة طائرات مطاطية تحلق على ارتفاعات عالية إلى شبكة المراقبة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وتحلق المناطيد الحديثة غالباً على ارتفاع يتراوح بين 24 و 37 كيلومتر فوق سطح الأرض. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس أن المنطاد يحلق على ارتفاع عال للغاية ولا يشكل خطراً على الملاحة الجوية المدنية، وأشارت إلى أنها متيقنة إلى حد بعيد أن المنطاد يعود للصين. لكن الخبير في الشأن الصيني بنجامين هو قال أن ترسانة الصين تتضمن تكنولوجيا مراقبة أكثر تطوراً. وأوضح الدكتور هو منسق برنامج الصين في مدرسة راجراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، أن لدى الصين وسائل أخرى للتجسس على البنية التحتية الأمريكية أو لجمع أي معلومات تريد الحصول عليها. هذا المنطاد يهدف إلى توجيه رسالة إلى الأمريكيين، وكذلك لمعرفة كيف سيكون رد فعل الأمريكيين،